أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار التاسعة من قناة ليبيا الأحرار وأبرز عناوينها. بعد انتقاد الأعلى للدولة لتعديلاته الأخيرة، مجلس النواب يتهم أطرافا لم يسمها بعرقلة مسار العملية السياسية. صنع الله يؤكد وقوف الجهة المسؤولة عن تأمين حقل الشرارة بإغلاقه، وحرك فزان يقول إن الإغلاق تم بإرادتهم. سيالا يعلن تكليف محام ليبي للدفاع عن الليبيين المعتقلين في إيطاليا، ويشير إلى إمكانية نقلهم إلى السجون الليبية. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل الأخبار. اتهم مجلس النواب في بيان أصدره الاثنين أطرافا لم يسمها بعرقلة العملية السياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه رغم التعديلات التي أنجزها المجلس وفق البيان. يأتي هذا في الوقت الذي انتقد فيه مجلس الدولة تعديلات مجلس النواب الأخيرة، قائلا إن التعديلين 10 و11 مخالفان للاتفاق السياسي. فيما بدا ردا مباشرا على بيان المجلس الأعلى للدولة الذي رفض فيه مواد في التعديلين الدستوريين 10 و11، قال مجلس النواب إن بعض الأطراف والمقصود بها مجلس الدولة تلميحا لا تصريحا لا ترغب في تجاوز المرحلة المؤقتة رغم ما بذله من جهد لإنهاء حالة الانقسام التي أنتجها ما وصفه بالانقلاب على المسار الديمقراطي، في إشارة إلى الاتفاق السياسي بسخيرات في 2015، وإنه قدم الكثير من التنازلات في ظل ما يحظى به المشروع المضاد من دعم أضف عليه شرعية ليست له على حد تعبيره. واعتبارا لهذه الخلافات، تبدو مشاريع مجلسي النواب والدولة في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنجاز الاستفتاء على الدستور وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مجرد نوايا حسنة في العلن تتهددها تباينات جوهرية بينهما ستعيد الجدل إلى المربع الأول بحسب العديد من المتابعين، جدل لا تبدو البعثة الأممية معنية به إذ يتطلع رئيسها غسان سلامة إلى أبعد من الجسمين ومن خصومة الشرعيات، فخطته التي لقيت كل الدعم من جميع الأطراف الدولية تسير نحو بديل آخر عن المرحلة الراهنة هو الملتقى الوطني الجامع الذي سيؤسس لشرعيات جديدة تطيح بالجميع. آخر رسائل الدعم لمشروع سلامة عبر عنها وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الدوري ببروكسل، والتي دعت صراحة إلى ضرورة أن يقود الليبيون بأنفسهم العملية السياسية الشاملة بمشاركة كاملة وتمثيل عادل للمرأة، وهذا لا يتوفر حاليا إلا في المؤتمر الجامع. وبين دعوة أممية ودولية لقيادة الليبيين التغيير في بلادهم بأنفسهم وخلافات تعصف بممثليهم ولا تفضي في كل محاولة للتقارب بينهم إلى نتائج لا يبدو نفق الصراع مبشرا بأي ضوء في آخره. وفي سياق ذي صلة، قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قال إنهم سيوفرون الميزانية اللازمة لدعم المفوضية العليا للانتخابات من خلال الترتيبات المالية للعام المقبل. وأكد سراج خلال اجتماع عقده الثلاثاء مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد سايح ونائبة المبعوث الأممي لليبيا ستيفاني ويليامز، أكد أهمية تجنيب القوانين الخاصة بعملية الاستفتاء والانتخابات أي مشاكل قانونية قد تحول دون تنفيذ هذه الاستحقاقات وفق قوله. من جهته، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن أسفه لعدم التزام بعض الأطراف الليبية بإعلان باريس الذي نص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 10 ديسمبر الحالي. وأكد المشي خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دولين الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، أكد ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت،
وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة. ينضم معنا إذن مشاهدينا الكرام حول تطورات مسار العملية السياسية عبر الهاتف هنا عضو المجلس الأعلى للدولة بن شرادة وأيضا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني حتى يجهز معنا عضو المجلس الأعلى للدولة. أبدأ من حضرتك سيد الشيباني، بيان مجلس النواب بدأ باسترجاع مرحلة الصراع وما قبل الاتفاق السياسي والإشارة هنا يعني إلى مجلس الدولة لا خفي على أحد، يعني عندما قال بأن أطراف سياسية تحاول عرقلة المسار السياسي، لماذا ما زلتم مصرين على اجترار الصراع بدل العمل على إنهائه؟ أحيي ضيوفك والمشاهدين الكرام. نعم. طبعا هو حقيقة قانون الاستفتاء والتعديل سواء كان التعديل العاشر أو التعديل الحادي عشر يعني مر بفترة صعبة ولم يأتي يعني بتلك السهولة، وكان فعل الولادة قيصرية وحصل مشاكل كثيرة وجدل ولغط ويعني وشد وجذب ويعني ما كانش الأمر هين ولا سهل. فحتى مجلس النواب عندما انتهى وقام بالتعديل سواء الثاني العاشر أو الحادي عشر وحيل على مجلس الدولة يعني كانت صدمة للعدد كبير من أعضاء مجلس النواب اللي بذلوا مجهود كبير حقيقة في سبيل إخراج هذا الأمر، وكان أمر صعب وانقسام مجلس النواب، وهناك يعني في مجلس الدولة هناك من يحاول من يضع العرقيل وفي مجلس النواب هناك من يحاول في وضع العرقيل، وفي مجموعة مخلصة في الطرفين تحاول أن تدفع بالأمور سواء كان بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي أو إصدار قانون طيب. الاستفتاء هنا طيب هنا سيد الشيباني أفهم منك أن الأمر لم يكن هين عليكم، إذن هل يعد البيان بمثابة إعلان وفاء لجهود التقارب والتوافق الذي كنتم تتحدثون عنها دائما في كل يعني مساحة إعلانية وإعلامية وغيرها وتصريحات خاصة، أم أن هذا البيان له سياق آخر غير الذي تم فهمه؟ لا، هو حقيقة البيان نحن صدر من مجموعة معينة أو من فئة محدودة في مجلس النواب، هذا لا يعبر عن وجهة نظر كامل مجلس النواب باش نكون واضح معك. نعم. ولأن حقيقة نحن أنا شخصيا كنت أتمنى أن لا يصدر هذا البيان، وكنت أتمنى أن يتم التواصل مع مجلس الدولة ومحاولة يعني خلق نوع من التقارب الجديد، حل هذه المشكلة لعلنا نستطيع أن نلتف على هذه المشكلة بإصدار مذكرة توضيحية بتوضيح أمر مجلس النواب بصورة رسمية، وكنا نحاول الاتصال بالسيد عبد السلام نصيحي لعل في الجلسة يوجه الأمر إلى جلسة مجلس النواب القادمة حتى يستطيع مجلس النواب أن يلتقي ويحاول أن ينظر الأمر بصورة إيجابية، ومجلس الدولة برضه نتواصل معه. طيب. يعني التمترس وراء الشرعية والتمترس وراء يعني سيد الشيباني أفهم من حضرتك بأن هنالك فئة داخل مجلس النواب تريد التصعيد تصعيد الصراع وتأجيج الموقف بينكم وبين مجلس الأعلى للدولة، أنت أشرت إلى أنكم حاولتم وسعيتم إلى تهدئة الوضع وربما الجلوس مع مجلس الدولة قبل استبيان ذلك على يعني وإعلان بيان كهذا على الملأ. نعم، نحن ما زلنا مصرين على ان لابد ان يتم التقارب بين مجلس النواب ومجلس الدوله، ولابد من تغليب مصلحه الوطن، ومجلس الدوله عليها لا يتشبث كثير بالشرعيه والتخوف من العبارات اللي قابله للتاويل، وعليها ان يعني يقدم حسن النيه في هذه الامور، ومجلس النواب حقيقه لا يقصد اقصاء مجلس الدوله، وحتى في التعديل اشار الى التوافق والتواصل مع مجلس الدوله في هذا الامر، ولكن إذا كان عبارة من هنا أو من هناك جاءت لا يتم تفسيرها بالصورة السلبية، ويعني وأنا أعلم جيدا أن هناك من في مجلس الدولة من أنه يعني لا يريد أن يصعد الموقف ويريد أن يتواصل مع مجلس النواب ويتفاهم مع مجلس النواب ويريد أن يخرجوا من هذه الأزمة، ولكن يعني مثل ما عند في مجلس النواب مجموعة تحاول أن تضع العصا في الدولاب، هناك في مجلس الدولة من يريد أن يضع العصا في الدولاب ويريد لكن أن هنا هذه المرحلة. طيب سيد الشيباني أنتقل إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة، هو الآن لم يجهز معنا عضو المجلس الأعلى للدولة، يعني لماذا أنتم لم تكتبون يعني صياغة
واضحة لها مفهوم واضح دون لبس أو أي سوء فهم فيما يتعلق بالمادة 11 حتى تفهم هنا من قبل مجلس أعلى الدولة دون أن تثير الجدل وتثير اللغط بينكم وبين مجلس الدولة فيما يتعلق بالتعديل الأخير؟ هو لو الجميع يعرف ما دار في مجلس النواب يوم تم إصدار هذا التعديل سيلتمس عذرا لمجلس النواب. الوضع كان صعب جدا جدا وكان مشحون، الجو مشحون وفي توتر وفي ضغط وفي جذب وفي محاولة لعدم إصدار قانون الاستفتاء، ويعني في مطبطات وفي معوقات كبيرة جدا جدا. ونحن زي ما تقول عندما خرجنا بهذا التعديل زي ما تقول يعني كان هذا يعني ليس في الإمكان أبعد من المكان، وكنا نعول على مجلس الدولة أن يلتمس عذرا لمجلس النواب، وهم يعرفون جيدا أن قانون الاستفتاء يعني هناك من يريد عرقلته، وهناك أطراف عديدة وأطراف قوية ومؤثرة لا تريد خروج هذا القانون. فكنا نتوقع حقيقة ومن مجلس الدولة أن يلتمس لنا عذرا ويقدر موقفنا ويقدر ظروف اللي تمر بها مجلس النواب ويقبل بهذا الأمر بحسن النية. ولكن هنا مجلس الدولة سيد الشيباني دعنا نكون أكثر عمليين، لأن المرحلة تتطلب وتحتاج إلى مواقف عملية أكثر وملموسة على أرض الواقع. مجلس الدولة هو في بيانه رفض ذلك ولم يقبل بهذا التعديل، يعني أنتم تحدثت هنا عن الأجواء التي صاحبت هذا التعديل، أجواء يعني في غاية من التوتر وغيرها، وأنكم كنتم يعني في موقف يعني تريدون أن تخرجون بأي شيء يمكن أن يقود المرحلة إلى مرحلة أفضل. لكن هل لديكم أي خطوة للرجوع إلى الوراء يعني فيما يتعلق بالتعديل الأخير؟ هل ناقشتم ذلك أنكم بإمكانكم العودة إلى الوراء أو إعادة تعديل هذه التعديلات؟ أنا حقيقة يعني فوجئت من البيان، وحتى في مجموعة من النواب التقوا بالسيد السايح في مفوضية الانتخابات وأشاروا أنهم سيمضون، وحتى أعتقد رئيس لجنة الحوار السيد عبد السلام نصية أشار أنهم سيمضوا في الاستفتاء على الدستور. وأنا أتواصل وتواصلت مع العديد منهم وأديت لهم حقيقة يعني طلبت منهم أن نتريث ولا نتسرع في الأمر، ولعل الأمر يحتاج إلى مذكرة توضيحية ولا يحتاج حتى إلى تصويت داخل مجلس النواب، لعل نصل إلى حلول وسط يعني نستطيع به الخروج من هذه الأزمة وعدم صراحة إفشال ما قمنا به، وعدم حتى لا المجهودات التي بذلت والتواصل الذي بذل وتحملنا للضغوط وتحملنا الكثير من الأمور في سبيل نصر هذا القانون يجب أن لا تضيع هدرا، وخلينا بنفسنا نلقوا حل وسط في كومبرومايز بيني وبينهم، نحن نديروا نوع من الحل الوسط يعني يرضي غرور مجلس الدولة وفي نفس الوقت يحافظ على الأقل مجلس النواب كون أنه سلطة تشريعية، ونحن نعترف بأن مجلس الدولة ملحد له بعد الصلاحيات التشريعية، وأن قانون الاستفتاء من ضمن الأمور التي يجب على مجلس النواب أن يتوافق فيها مع مجلس الدولة. يعني خلينا نقول 20% أعطي مجلس الدولة 20% من السلطة التشريعية ومجلس النواب عنده 80%، لكن هذه القانون الاستفتاء من ضمن الأمور التي يجب أن يتوافق فيها مجلس النواب ومجلس الدولة، ومجلس صحيح. الدولة من ناحية قانونية محق في ذلك، ولكن نحن نطلب الآن خلينا نقول فقه الواقع وليس فقه القانون، خلينا نتعامل بالواقع، ونحن راني في نمر بتجربة صعبة واللي بنقود البلد، وفي النهاية مجلس الدولة لن يضرها إذا صدر قانون الاستفتاء ولم يستشار فيه، لأن يعني ما هي ما أخذهم على هذا القانون. شكرا حتى نعم جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف عضو المجلس مجلس النواب جاب الله الشيباني، شكرا لك. سياسيا أيضا بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير الأوكراني لدى ليبيا ميكولا ناهورني آخر مستجدات العملية السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقال المشري خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بطرابلس إن الترتيبات الأمنية الأخيرة وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية انعكس بشكل إيجابي على الوضع في ليبيا، وهو ما سيسهم في إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. من جهته جدد السفير الأوكراني دعم بلاده لإرساء الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسات السيادية، مشددا على أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية لضمان الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد.
نفى منسق حركة غضب فزان بشير الشيخ علاقة الكتيبة 30 مشاة التابعة لحرس المنشآت بإغلاق حقل الشرارة. وأوضح بشير في مداخلة سابقة مع ليبيا الأحرار أن إغلاق الحقل جاء بإرادة أهل الفزان للضغط على الحكومة نتيجة المعاناة التي يعيشها سكان المنطقة الجنوبية، متهما رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بتمييع حراكهم بدل إقناع الحكومة بالاستجابة للمطالب حسب قوله. وفي المقابل اتهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله المجموعة المسلحة المسؤولة عن تأمين حقل الشرارة بإغلاقه، معلنا رفضه استخدام إيقاف الإمدادات النفطية وسيلة لتحقيق المطالب. من جهتها دعت البعثة الأممية إلى خروج المسلحين من منشآت الدولة ووجوب معالجة القضايا المتعلقة بالخدمات بالجنوب، مستنكرة الإغلاق القسري لحقل الشرارة من قبل المسلحين. في مشهد متكرر توقف تدفق النفط من حقل الشرارة، وهو ما سيترتب عليه توقف حقل الفيل المعتمد عليه في التزود بالطاقة، ما يهدد بتراجع إمدادات النفط بأكثر من 30% وتقلص إنتاج الوقود في مصفات الزاوية بحسب مؤسسة النفط. إنتاج النفط من الحقل عاد في نهاية 2016 بعد توقف دام نحو سنتين نتيجة إغلاق صمامات الريعينة، غير أن التوقف هذه المرة جاء بسبب تدخل قوة مسلحة فرضت على المستخدمين إغلاق الصمامات من داخل الحقل وإيقاف الإنتاج بحسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط، فيما أعلن ممثلون لحراك فزان في وقت سابق إغلاقهم للحقل. أو للعالم أن احنا اليوم سكرنا النفط نظرا للظروف المأساوية الكارثية التي يعيشها المواطن هنا في فزان، وأن النفط قد أقفل بقرار من أهل فزان بالكامل. رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله خرج عن صمته وطالب المسلحين بالإخلاء الفوري للحقل والسماح بعودة تدفق النفط من حقل الشرارة، بعد تأكيده أنهم هم من أغلقوا الحقل وليس الحراك المدني بالجنوب حسب قوله. بتدخل ما يعرف بحرس مشاة النفطية أو الميليشيا الحقيقة المسيطرة على الحقل، هي المسيطرة على الحقل وهي اللي أجبرت العاملين على إقفال الحقل وإطفاء الوحدات الإنتاجية من أبار ومضخات وغيرها، ويعني وحدات فصل كلها تم تحت القوة، تهديد القوة والألفاظ النابية، ويعني التهديد اللفظي والتهديد المعنوي وتهديد باستعمال السلاح وفك أجهزة الهاتف من عاملين. صنع الله كشف لليبيا الأحرار تعرض الحقل لأكثر من 100 هجوم منذ نهاية عام 2011، ما بين القتل والاعتداء بالضرب والاختطاف والسرقة والتخريب والإقفال، مستغربا كثرة عدد من يدعون حماية وتأمين الحقل بحسب وصفه، حيث يتجاوز عددهم 1500 شخص بين عسكري ومدني. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دانت بدورها الإغلاق القسري لحقل الشرارة، داعية إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للعناصر المسلحة من الحقل. البعثة أكدت في بيان لها أن أعمال العنف والخروج عن القانون تؤدي إلى المزيد من تردي الخدمات، مشددة على ضرورة معالجة القضايا الملحة في الجنوب. مطالب سكان الجنوب يتفق صنع الله والبعثة وكل المتابعين للشأن الليبي على مشروعيتها وضرورة رفع المعاناة المتعددة الجوانب عنهم، غير أن استخدام إغلاق الحقول النفطية وسيلة للتعبير عن هذه المعاناة لا يحظى بالقبول وفق صنع الله. هذا ووصف نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق أي جهة تقوم بإغلاق الحقول أو الموانئ النفطية بأنها خائنة للوطن. وقال معتيق خلال مشاركته في حفل تأبين ضحايا الهجوم الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط في 10 سبتمبر الماضي، قال إن التحقيق في حادثة الهجوم ما يزال مستمرا، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بمحققين دوليين حال فشل التحقيقات المحلية في الوصول إلى الجنات. أي شخص وأي مجموعة تسمح بإقفال برميل نفط واحد وعدم تصديره في هذا الوقت الحرج هو خيانة للوطن، بغض النظر عن المشاكل. كلنا في ليبيا عندنا مشاكل،
غربا وشرقا وجنوبا وفي كل مناطق ليبيا. وللحديث أكثر حول موضوع إغلاق حقل الشرارة معنا عبر الهاتف معاون آمر الكتيبة 30 مشاة عبد الله إبراهيم. سيد إبراهيم، كيف تعلقون على ما جاء في مقابلة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله مع قناة ليبيا الأحرار يوم أمس، واتهامه لكم باستغلال مطالب الجنوب من أجل مصالح خاصة بالكتيبة؟ سيد إبراهيم، إذا كنت تستمع إلينا أرجو أن تستمع إلينا من خلال الهاتف. نعم تفضل. شكرا على الاستضافة. إن ردنا على ما صدر من صنعالله لا يعلم على تحمل المسؤولية من هذا الشخص المسؤول اتهامنا بالميليشيات الإرهابية وسرقة قادس الموظفين. شيء غريب جدا. نحن لدينا أكثر من 4 سنوات مع الموظفين تأسوا في حقل الشرارة، ولم يصدر علينا أي محاولة أو أي اتهام مسبق بمثل هذه الحركات التي لا تنم على الوطنية ولا تنم على أخلاقنا. وإنما سنطالب الجهات القانونية المختصة برد الاعتبار من صنعالله، برد اعتبار قوة الحماية على هذه التصريحات. يعني أنت تؤكد هنا أن عملية الإغلاق ليس لها علاقة بالكتيبة؟ لا، ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقوة حماية حقل الشرارة. طيب، هل برأيك إغلاق النفط وتهديد الاقتصاد هو الحل الوحيد بين أيديكم أو بين أيدي الأهالي، ابتزاز الدولة كما يقول البعض ويشبهكم بما قام به إبراهيم جدران في عام 2013 وهو ما كلف الدولة نحو 100 مليار دولار؟ نحن في العديد من المحاولات من حراك غضب فزان قمنا بمنعهم من الدخول الى داخل حقل الشرارة، الاقسام داخل حقل الشرارة، ولكننا فوجئنا ان هذه الاعداد لا نستطيع ان نواجههم لان ابناء منطقة ولا يمكن ان نواجههم بقوة السماح، لانهم في النهاية ابناء منطقتنا ويحملون مطالب شرعية رغم ان تسكير الحقول وإرسال الحقول ليس بالطريقه الصحيحه لطلب الحقوق. طيب الان ما هو دوركم الان في كل ما يحصل اليوم؟ هل هناك محاولات لاعاده السيطره على الحقل مثلا من طرفكم؟ من اي محاوله للاعتداء، ونحن على عهد مع انفسنا ان هذه المنشاه الخاويه التي يستغرق منها كل كافه الليبيين ستكون في مأمن من اي خروقات ومأمن من اي اشياء تخريبيه ستحدث لها ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف معاون امر الكتيبه 30 مشاة عبد الله ابراهيم. كشف وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة عن تكليف محام ليبي للدفاع عن الشباب الليبيين المعتقلين في إيطاليا بتهمة تهريب البشر. وقال سيالة خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بطرابلس إن القضاء الإيطالي أصدر حكما بالسجن في حق بعض المقبوض عليهم، مؤكدا عزمهم العمل على نقل الموقوفين إلى ليبيا بالتنسيق مع السلطات في روما بهدف عرضهم على القضاء وقضاء عقوبتهم في السجون الليبية وفق قوله. نحن نتابع هذا الملف بشكل يومي، وهناك منهم من قدم إلى القضاء وصدرت ضدهم أحكام، وقد قامت الخارجية بتكليف محامين للدفاع عنهم، وسندافع عنهم أيضا في مرحلة الاستئناف. ومفاوضاتنا الآن مع الحكومة الإيطالية في تسير في مجالين. المجال الأول من يتم الحكم عليه حكم نهائي باث في أن يتم تبادل هؤلاء المسجونين، لأن لديهم أيضا مسجونين، بحيث يتم قضاء هذه العقوبة قريبا من أهلهم بحيث يتمكنوا من زيارتهم. هذا ونظم أهالي 40 شابا ليبيا محتجزا في إيطاليا بتهم تتعلق بتهريب البشر بصبراتة، نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة
لمطالبة الجهات المحلية والدولية بضرورة إطلاق سراح أبنائهم فورا ودون قيد أو شرط. وقال أهالي المعتقلين إنهم لم يجدوا أي اهتمام من الجهات المعنية رغم تقديمهم مذكرات للجهات المسؤولة بالموضوع. التقرير التالي والتفاصيل. أريد الإفراج عن أبي، طلب حملته الأنامل الصغيرة على لافتة في وقفة احتجاجية نظمها أهالي وأصدقاء سجناء مدينة صبراتا في إيطاليا، آملين أن يصل صوتهم إلى الجهات المسؤولة ويتم إطلاق سراح 40 شابا ليبيا تم القبض عليهم في المياه الإقليمية الليبية بتهم متفاوتة تتعلق بتهريب البشر. عندما دخلت إلى وزارة الداخلية يقول لي إن قدم مذكرة ثانية بعد عامين، أن المفترض أن نلقى حاجة إيجابية، نجد أن الملف يتم ضياعه، كيف يهتم به المواطن الليبي؟ لم نجد أي اهتمام. وزارة الخارجية تقدمنا عليها عدة مرات وذهبنا إليها، ولكن وعود للأسف الشديد، طلبنا حتى بتكليف محامي لهم، لم نجد أي اهتمام. السلطات الليبية بذلت قصارى جهدها لمتابعة هذا الملف رغم شكاوى الأهالي من تجاهل الجهات الرسمية لقضيتهم لأكثر من عامين. قامت الخارجية بتكليف محامين للدفاع عنهم، وسندافع عنهم أيضا في مرحلة الاستئناف، ومفاوضاتنا الآن مع الحكومة الإيطالية في تسير في مجالين. المجال الأول من يتم الحكم عليه حكم نهائي باث في أن يتم تبادل هؤلاء المسجونين، لأن لديهم أيضا مسجونين، بحيث يتم قضاء هذه العقوبة قريبا من أهلهم بحيث يتمكنوا من زيارتهم. وأيضا نحاول التدخل مع الحكومة الإيطالية في من لم يتم عرضهم على القضاء، لأن في عدم العرض على القضاء ظلم. خليفة عبد الرحمن وأحمد المرابط نموذج لصيادين ليبيين قادهما الحظ العاثر للاحتجاز في إيطاليا، فهل تنجح جهود الأهالي في إعادتهما مع غيرهم من المساجين إلى حضن الوطن؟ وكان رئيس جمعية النداء لإغاثة المهاجرين الليبيين في إيطاليا رضوان المغربي قد قال إن نحو 50 شابا ليبيا يقبعون حاليا في السجون الإيطالية ويواجهون عقوبات تصل إلى الإعدام. وأوضح المغربي في مداخلة سابقة ببرنامج الملف الذي يبث عبر شاشة الأحرار أن بعض الشباب قبض عليهم عند وصولهم إلى إيطاليا ووجهت لهم تهم تهريب البشر وفق قوله. كما أكد رئيس جمعية النداء أن بعض الشباب موقوفون على خلفية قضايا جنائية، مناشدا السلطات الليبية ضرورة التحرك السريع ومتابعة ملفات الشباب المحتجزين في صقلية. هذا وأثارت ظاهرة هجرة الشباب الليبي عبر الطرق غير النظامية القلق في المجتمع الليبي بعد تسجيل مئات الحالات التي وصلت إلى أوروبا عن طريق البحر. يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه منظمات حقوقية من خطورة تحول ليبيا من دولة عبور إلى دولة مصدر للمهاجرين بعد أن باتت قوارب الهجرة مقصدا للشباب. هي رحلة البحث عن حياة أفضل، رحلة لبناء المستقبل وحتى للعلاج، أو هكذا يتمنون. تعدت الأسباب والوسيلة واحدة، قوارب الموت. مع استمرار القتال في بعض المناطق في ليبيا وتردي الأوضاع المعيشية وانعدام السيولة المالية وفرص العمل، بات العيش في أوروبا ومغادرة البلاد حلما يراود الكثير من الشباب. ورغم أن ظاهرة هجرة الشباب الليبي بطرق غير نظامية إلى أوروبا لم تسجل حتى الآن أرقاما كبيرة، إلا أنها تظل ظاهرة تثير القلق في المجتمع الليبي. وسجل عام 2015 وبداية 2016 أكبر نسبة في هجرة الشباب الليبيين وفق باحثين. وبحسب تقارير صادرة عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن أكثر من 1,750,000 ليبي تضرروا من حدة النزاع العسكري في ليبيا عام 2015، وما عده مختصون سببا في ارتفاع نسبة الليبيين المهاجرين.
كما كشفت دراسة لمنظمة أبليوس المختصة بحقوق الإنسان بزوارة أن ليبيا تتحول من بلد عبور إلى مصدر للمهاجرين بعد أن أصبحت قوارب الهجرة مقصدا للشباب الليبي. الدراسة التي اشتملت عينة من الشباب الليبي الذين نجحوا في الوصول إلى أوروبا كشفت أن انهيار الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية إضافة إلى تردي الوضع الأمني تعد الأسباب الرئيسية لهجرة الشباب وفق المنظمة. كما أن الرغبة في الحصول على الرعاية الصحية يعد أحد الدوافع القوية للهجرة والتي لا يمكن الحديث عنها دون التطرق لمأساة الطفل الليبي على شعبان الذي وصل إلى إيطاليا لتلقي العلاج عبر قوارب الهجرة غير نظامية قبل أن يتوفاه الله في مستشفيات كاتانيا ليضيف بذلك صفحة سوداء جديدة في سجل المآسي في ليبيا. قصص الهجرة لم تكن وردية كما يعتقد بعض الشباب، الكثير منها سجلت فشلا ذريعا واصطدمت بالواقع الصعب في القارة العجوز، وأخرى انتهت بالازدحام من أجل الحصول على قطعة خبز في مراكز المهاجرين. ورغم تحسن الأوضاع الاقتصادية جزئيا إلا أن البحث عن حياة أفضل يظل هاجسا لدى الكثير من الشباب الليبي، خصوصا مع استمرار الانسداد السياسي بين الأطراف السياسية والتي قد تتسبب في تفجر الأوضاع في أي لحظة، هاجس يجعل الشباب يغامرون بركوب قوارب متهالكة قد لا تحقق أحلامهم ليعودوا منها إلى بلادهم في أكياس بلاستيكية ويصبحون مجرد أرقام تتناولهم وسائل الإعلام المحلية والدولية. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. للمرة الثانية على التوالي بلدية غاتا تقيم عرسا جماعيا لعدد من شبانها لتخفيف أعباء الزواج عنهم. لكل خبر أبعاد وخفايا نغوص في ثناياها مع مسؤولين ومختصين لنظهر جزءا من الحقيقة. الملف يأتيكم في الأوقات التالية. بعد انتقاد الأعلى للدولة لتعديلاته الأخيرة، مجلس النواب يتهم أطرافا لم يسمها بعرقلة مسار العملية السياسية. صنع الله يؤكد وقوف الجهة المسؤولة عن تأمين حقل الشرارة بإغلاق، وحرك فزان يقول إن الإغلاق تم بإرادته. سيالا يعلن تكليف محام ليبي للدفاع عن الليبيين المعتقلين في إيطاليا ويشير إلى إمكانية نقلهم إلى السجون الليبية. أهلا بكم من جديد. قال عميد بلدية الشرقية أم الأرانب محمد العربي إن الأهالي في المنطقة الجنوبية مضطرون لدفع مبالغ مالية باهظة من أجل تحرير أبنائهم ممن وصفها بالعصابات المسلحة. وفي السياق أوضح العربي في مداخلة سابقة مع ليبيا الأحرار أن حماية الحدود ليست مسؤولية أهل الجنوب بل هي مسؤولية الدولة، مضيفا أن الحكومة لم تحرك ساكنا رغم الهجمات المتكررة التي استهدفت الجنوب مؤخرا. ووصف العربي ما يحدث في المنطقة الجنوبية بالكارثة الإنسانية، مشيرا إلى أن الأهالي ليس أمامهم إلا دفع الأموال من أجل سلامة أبنائهم حسب قوله. وكان عميد بلدية الشرقية محمد العربي قد أكد الإفراج عن أعيان الشرقية الثلاثة المختطفين من قبل ما وصفها بالعصابات التشادية مقابل فدية مالية. وأشار العربي في تصريح للأحرار أن العصابات
طلبت في المرة الأولى 500,000 دينار عن كل مختطف، إلا أنه بعد تفاوض أهالي المختطفين وافقوا على إطلاق سراح المختطفين الثلاثة مقابل 450,000 دينار. إلى الكفرة، حيث أكد الناطق باسم المجلس البلدي عبد الله سليمان إطلاق سراح الشباب المخطوفين من المدينة من قبل مجموعات مسلحة دون دفع فدية مالية. وأوضح سليمان في تصريح للأحرار أن إطلاق سراحهم جاء بعد وساطة قام بها من وصفهم بالخيرين من المنطقة، مؤكدا استلامهم المخطوفين من المنطقة العسكرية الكفرة وهم بحالة جيدة حسب قوله. وكان المجلس البلدي الكفرة قد استنكر حادثة اختطاف عدد من سكان المدينة اليومين الماضيين وترويع الآمنين فيها، مطالبا الجهات الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات لبسط الأمن في المدينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم. ونبقى في ملف المختطفين، حيث أكد عميد المجلس البلدي الجفرة عثمان حسون انقطاع التواصل مع المجموعة المسلحة التي هاجمت الفجهة مؤخرا بخصوص المختطفين. وأضاف حسون في تصريح لليب الأحرار أن الخاطفين طالبوا بإطلاق سراح 4 من قياداتهم مقابل إطلاق سراح المختطفين 4 المحتجزين لديهم، مشيرا إلى أن كافة المختطفين من كبار السن ويعانون أوضاعا صحية صعبة حسب قوله. وكما أشار حسون إلى أن عصابات يرجح أنها تابعة للمعارضة الشادية تعرضت أمس الاثنين للمسافرين في الطريق الرابط بين الجفرة سبها وسرقت ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن الخسائر كانت مادية فقط وتمثلت في أموال وهواتف نقالة وبعض الأشياء الثمينة. وصف وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة وصف زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى الأردن بالمثمرة، قائلا إنها أفضت إلى العديد من التوافقات. وأكد سيالة خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، أكد أنهم ناقشوا مع الطرف الأردني الديون المستحقة على ليبيا وموضوع رفع التأشيرات وعودة الخطوط الملكية الأردنية إلى ليبيا. نوقش أيضا موضوع تسهيل تواصل الليبيين مع إخوانهم الأردنيين، فنوقش موضوع العودة إلى إلغاء التأشيرة، ونوقش أيضا عودة الخطوط الملكية الأردنية إلى الطيران إلى المطارات الليبية. من جهة أخرى، قال سيالة في المؤتمر نفسه إنهم ناقشوا في الكويت دعم جهود الإعمار والرفع الجزئي للحظر على السلاح. كما أشار سيالة إلى أن سراج بحث في بروكسل الدعم للولايات المتحدة الأمريكية لحكومة الوفاق. تم مناقشة إمكانية مساهمة الصندوق في مشاريع الإعمار المستقبلية في ليبيا، وهو الصندوق الذي له خبرة فيما يتعلق بالتعامل مع ليبيا سابقا، وقدم الرئيس السراج شكر للولايات المتحدة الأمريكية لدعمها لجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، وأيضا جهودها في دعم برامج ومخططات المجلس الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار والإصلاح الاقتصادي في ليبيا. عبر وفد تابع للأمم المتحدة عن استعداده لتقديم الدعم الكامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في توفير الاحتياجات الملحة للنازحين والعائدين إلى مناطقهم. وأوضح الوفد الذي يزور العاصمة أن تقديم الدعم سيكون بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون النازحين وتوفير الدعم من الدول المانحة لبرامج عمل الوكالات الإنسانية بليبيا. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الوفد مع وزير الدولة لشؤون النازحين والمهاجرين يوسف جلالة، تناولت رؤية وبرامج عمل الوزارة ودور برنامج الأمم المتحدة في ليبيا وتنشيط صندوق دعم الاستقرار مع المجتمع الدولي، لا سيما المناطق التي تعرضت للضرر في البنية التحتية. من جانبه، قال وزير التخطيط بحكومة الوفاق طاهر جهيمي على هامش اجتماع مجلس إدارة صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا،
قال إن هذا الملتقى يأتي استكمالا لخطط الحكومة في تقديم الخدمات وتهيئة البنية التحتية للقطاعات المختلفة. هذا البرنامج هو مكمل لما تقوم به الحكومة في مجال إعادة بناء البنية التحتية ودعم تقديم الخدمات الأساسية في البلديات وفي القطاعات المختلفة. مثلاً وزارة التخطيط تشرف على تنفيذ ميزانية التنمية، والأولويات المعتمدة في وزارة التخطيط في هذه المرحلة هو التعليم، أولويات التعليم والصحة وتقديم ودعم الخدمات الأساسية مثل المياه والمصرف الصحي والنظافة. من جهة استعرضت ملصقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو خلال المؤتمر الصحفي المشترك، استعرضت الرؤية المستقبلية للمرحلة الثانية التي ستنطلق بداية العام القادم 2019. الخطة ركزت على عدة مدن بما في ذلك أوباري وسبها وكيكلا وبنغازي وكذلك طرابلس الكبرى. هي خطوة للتقدم نحو الأمام. لقد قمنا بالكثير من الأمور، شملت تأهيل المدارس والمستشفيات والنظافة العامة. نهتم بتحقيق الاستقرار في ليبيا عن طريق مشاورات واسعة من خلال أصحاب المصالح المحليين. أعلنت السفارة الألمانية في ليبيا عن زيادة مساهمتها في مشروع دعم الاستقرار في ليبيا بقيمة 2.5 مليون يورو. وأوضحت السفارة الألمانية أن إعلان المساهمة جاء خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث تم الاتفاق على تركيز مشاريع دعم الاستقرار بشكل أكبر على البلديات حسب قولها. أعلنت الشركة العامة للكهرباء عزمها الانتهاء من صيانة محطة الخمس البخارية قبل نهاية العام، قائلة إن ذلك سيزيد القدرة الإنتاجية بحوالي 600 ميجاوات. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، حيث استعرض أعضاء الجمعية نشاط الشركة وتقرير هيئة المراقبة الخاص، إلى جانب اعتماد ميزانيات تقديرية للعام 2019، فضلا عن مناقشة تمديد العلاوة المهنية للعام القادم. أعلنت منظومة لحصاونة التابعة لجهاز النهر الصناعي زيادة معدلات ضخ المياه لمدينة طرابلس، وسجلت مساء الاثنين معدل 350 ألف متر مكعب. وأكدت المنظومة الاستمرار في الزيادة التدريجية في ضخ المياه لتعود لمعدلاتها الطبيعية نهاية يوم الثلاثاء. وكانت إمدادات المياه قد شهدت نقصا يوم الأحد وانقطاعا على بعض المناطق بمعدل ضخ أقل من 150 ألف متر مكعب لظروف تشغيلية فنية طارئة. أعلن رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي ونيس عن توقيع عقود صيانة لكل من المركز الوطني لمكافحة وعلاج اللاشمانيا والبلهارسيا والمركز الصحي صلاح الدين الواقعين داخل مدينة تاورغا. وأضاف ونيس أن الوزارة ستوقع خلال الأيام القادمة على عقد لصيانة مستشفى تاورغا القروي. من جهتها أكد مدير إدارة المشروعات محمد العزومي أن الشركة المنفذة لمشاريع الصيانة ستبدأ أعمال صيانة شاملة وجذرية للمرافق فور استلامها للمواقع، مشيرا إلى أن الثلث الأخير من العام القادم سيشهد عودة تقديم الخدمات الصحية داخل المدينة بشكل اعتيادي. أكد مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار استلام كافة مدن ليبيا لمخصصاتها من التطعيمات، كل حسب احتياجه. النجار عبر في تصريح للأحرار عن استعداد المركز لتعديل الكميات بين المناطق، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال من المواطنين على التطعيم في هذه السنة فاقت كل التوقعات حسب وصفه.
بحثت الشركة القابضة للاتصالات تحديث منظومة أسعار التراسل بهدف تقديم أسعار منخفضة للسرعات العالمية، بما سيمكن الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت من تقديم خدمات الجيل الرابع في كافة المدن. وقال مصدر من مكتب الإعلام والتواصل بالشركة القابضة للاتصالات الثلاثاء أنه جرى بحث التسعيرة الجديدة التي ارتكزت على وضع أسعار أساسية لخمسة تصنيفات من الوصلات، إضافة إلى رسوم إضافية اختيارية تتعلق بالحماية وجودة الخدمة وتخفيضات مبنية على حجم ومدة التعاقد. تتواصل في العاصمة طرابلس أعمال الطاولة المستديرة حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة. وشهدت فعاليات اليوم الأول مشاركة واسعة من مجلس الوزراء بحكومة الوفاق وديوان المحاسبة لبحث التجاوزات المالية في قطاعات الدولة. ليبيا هي الرابعة في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم. هذا ما دعا المختصون هنا إلى مناقشة الموضوع على الطاولة المستديرة حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة. نحن حنا نحكي على البرامج الجريمة المنظمة، عن خاصة في الاعتمادات الوهمية وعن الحاويات الفارغة، في وضع التدابير وحد مخاطر الفساد في هذا الجانب، وضع الأسس السليمة في تعزيز النزاهة، مفهوم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. هذا هو الطاولة المستديرة حينتج منها هذا الجانب، ووضع فريق وطني في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. تقارير ديوان المحاسبة والتقارير الدولية عن استفحال الفساد في ليبيا كانت محاور النقاش، والأرقام تتحدث عن أن الأمر زاد تفاقما. كديوان محاسبة موجودين في المكان هذا بحيث أن احنا نقربوا وجهة نظرنا ونوضحوا للرأي العام أن كيف اشتغل ديوان المحاسبة وشن الحلول اللي دارها والمخرجات اللي أطلع بها بحيث أن يستفيدوا منها الجهات التنفيذية الموجودة معنا. الفساد ظاهرة تضرب كل دول العالم تقريبا مع اختلاف درجات تأثيره، لكن ليبيا التي مرت بتحولات سياسية وأمنية كبرى منذ العام 2011 كانت أكثر الدول تضررا من التجاوزات المالية الفساد ظاهرة تضرب كل دول العالم تقريبا و2017. فتحت مدرسة السراج المنير بمدينة الزوارة أبوابها لاستقبال الراغبين بالدراسة من فئة كبار السن. ويستهدف هذا النوع من التعليم الفئات التي تبحث عن فرصة أخرى للتعلم وتطوير الذات. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، هكذا بدأت مدرسة السراج المنير لتعليم الكبار التابعة لمراقبة تعليم زوارة مشوارها. فالبداية كانت بامرأة واحدة ترغب في تعلم القراءة والكتابة، ليتطور الأمر إلى مدرسة مجانية عامة تستقبل طالبي العلم والمعرفة من كبار السن. هذه المدرسة تأسست في 24/3/2016. لدينا في بداية يعني السنة بدأت الانطلاقة في بيتي بتلميذة واحدة، ثم زاد عدد من الأمهات حتى وصل إلى 58 أعتقد أو 60 طالبة. دورهم هم أهم حاجة يبوا يقروا بهشني القرآن الكريم. والآن المدرسة متاعنا مفتوحة بأربع فصول، صف أول وصف ثاني وثالث وصف رابع. إصرار منقطع النظير من قبل الدارسات رغم كبر أعمارهن وحجم مسؤولياتهن، إلا أن طموحهن ورغبتهن في التعلم كان أكبر من كل الصعاب، وهدف تطوير ذاتهن خير حافز لتحقيق النجاح. والله أنا في صغري ما قريتش، ما حلفنيش الحظ باش نقرأ، وتو الحمد لله بفضل مجهودات المدرسات وإدارة المدرسة بارك الله فيهم، وإحنا الحمد لله كنا ما نعرفوش حتى نقرأ اسمنا، ما نعرفوش نديروا تليفون، حتى نقعدوا في مكان نقعدوا الراجل فين يديرنا تليفون. الحمد لله ورونا كيف نقرأ، كيف نقرأ القرآن، وكيف نتعاملوا مع النت ونتعاملوا مع الناس. حتى الكلام مرات واحد ما يعرفش يعبر شيء، وكان مرات ما يعرفش يتكلم، والحمد لله وبارك الله فيهم.
أعداد الدارسات في المدرسة في زيادة مستمرة، لا يقف أمامهن لا مرور السنوات ولا تراكم الصعوبات، فبالرغبة والعزيمة تتحقق الأمنيات. مبادرة جميلة أزم، نتمنى أن تتسع وتتوسع على نطاق كافة المدن الليبية. نعم هي كذلك، وقد شهدت محلة العوينات ببلدية غات الأيام الماضية إقامة عرس جماعي للمرة الثانية على التوالي. وتأتي هذه المبادرة وفق القائمين عليها بهدف تخفيف أعباء الزواج عن شباب الجنوب الذي يعاني أوضاعا صعبة منذ فترة. وسط أجواء يغمرها الفرح والبهجة، زفت منطقة العوينات 51 شابا من مختلف مناطق غات ضمن المبادرة الأهلية الثانية للعرس الجماعي. يعني سعينا وعشان نزعلوا العرسان يجمعوهم في يوم واحد، ينزوجون في يوم واحد، تكون تسهل أقل شيء تسهلهم على العرس رغم الإمكانيات الضعيفة. جميع مناطق من أباري، من مكنوسة، من غات، من تهالة، من إيسين، من بركة كل الناس موجودة. يعني العرسان يعني مش من العوينات بس. المدينة عاشت أجواء احتفالية على الأهازيج التارجية الأصيلة، وكعادتها لا تخلو أفراح الطوارق من عروض المهاري وسباقات الهجن ولوحات تراثية لفرقة الفيوت للفنون الشعبية. كل الشباب يعني على الأفراح الجماعية، لأن تكلف واجد حاجات واجدة في منهم، يعني من ناحية المصاريف، من ناحية قبل ما تعطي يعني 8 ولا 10 تجيك أقل التكلفة. والحمد لله ونشكر يعني بالذات اللجنة المنظمة، ونشكر الناس اللي دعمتنا. مبادرات العرس الجماعي في غات غدت وسيلة مساعدة لحث الشباب على الزواج، حيث مكنت ما يقرب من 120 شابا من تكوين أسرة خلال العام الحالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بعد انتقاد الأعلى للدولة لتعديلاته الأخيرة، مجلس النواب يتهم أطرافا لم يسمها بعرقلة مسار العملية السياسية. صنع الله يؤكد وقوف الجهة المسؤولة عن تأمين حقل الشرارة بإغلاقه، وحرك فزان يقول إن الإغلاق تم بإرادتهم. سيالا يعلن تكليف محام ليبي للدفاع عن الليبيين المعتقلين في إيطاليا، ويشير إلى إمكانية نقلهم إلى السجون الليبية. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت libanahrad.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله. We'll be right back.